عناوين السناب نيوز. رومي مشاهدة حقيقية لعمل الرب حياتها. تعرفت على الرب وعرفت انه هو مخلص. كرمس اعدوه تلاميذ القلبين الاقتصين لدفع الاقساط. هدفنا هو نجمع مشارك ليك مكان واطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كل واحد مهما كان صغير هو ليه دور. اطفال عم بيغنوا للسلام. نحنا موجودين هون لحتى نوعي ونقول لهم هيدا غلط. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج سنابل نيوز. أنا غادية وأنا جينيفر. مثل ما تعودنا برنامج سنابل نيوز وبرنامج الأخبار يلي بعرفكم على أخبار الأطفال بيطلعكم على أمور عمالية بتفيدكم بحياتكم اليومية، وأكيد رح منجاوب على أسئلتكم يلي أرسلتوها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومننسى صوركم ورسوماتكم يلي أرسلتوها لنا. وكمان منرحب بالاستديو معنا زميلتنا رومي يلي رح تطلعنا على طرق عملية حتى نقرأ الكتاب المقدس. مرحبا رومي. هاي جينيفر وغادي. وكمان زميلتنا جوال خرات يلي حتعرفنا على آخر السؤال يلي أرسلتوها لقلنا. مرحبا جوال. هاي جينيفر وغادي. ما فينا نقول إنه نحن مسيحية لأنه خلقنا بعائلة مسيحية، إنما علينا نختبر محبة المسيح في حياتنا وتكون علاقتنا شخصية معه. رومي عندها اختبار خاص مع الرب، تفاصيل بهيدا التقرير. رح أخبركم كيف تعرفت على الرب. من أنا وصغيرة كنت خلقانة بعائلة مسيحية، كنا نروح على الكنيسة ونصلي بس ما كنا نعرف مين عن جد يسوع وما كان عنا علاقة معه. لما كبرت تعرفت على الرب وعرفت أنه هو مخلص وإجا على الأرض كرمال يموت كرمالنا ويخلصنا من خطايانا، وأنه بحبنا كتير وبحب غير محدود، وقبلته مخلص لحياتي. صار عندي علاقة معه وهالعلاقة كانت كتير حلوة. كنت دايما نروح لعند الرب وخبره عن مشاكله، وهو الوحيد بيقدر يحل لنا مشاكلنا. من وقت ما تعرفت على الرب في كتير اشياء تغيرت بحياتي. مثلا كنت من قبل لما اروح على الفحص بالمدرسة كان يكون عندي خوف جواتي، بس بعدين لما تعرفت على الرب صار الرب يعطيني سلام، وصرت اقدر انه اعمل فحوصات بلا خوف واعرف انه لازم اتكل عليه وهو بينجحني. فاعبدك خذني بقرب قلبك. وكمان كنت أحكي مع أهلي بطريقة مش منيحة، بس بعدين لما قريت الإنجيل وعرفت إنه لازم مكتوب بالكتاب المقدس إنه لازم نكرم أبائنا وأمهاتنا، إنه لازم أنا أتغير طريقتي مع أهلي. فرحت لعند الرب وصليت والرب ساعدني حتى أصير أحكي مع أهلي بطريقة منيحة وأحترمهم لأنه هن أكبر منا وبيعرفوا أشياء أكتر. كمان مرقت فترة بحياتي كنت حس إنه ما عندي كتير رفقة، وكنت حس إنه هذا الشيء بيزعلني، بس بعدين عرفت إنه الرب هو صديق الألصق من الأخ، وفيه روح لعنده ساعة البدة وساعة ما يكون عندي مشكلة وفيه شاركه إياها، وهو الوحيد يلي فيه يحلالي مشاكلي. وعلاقتي مع الرب صارت علاقة يعني أنا وصديق، وهذا صديق كتير قوي وفيه قله حيالله شيء وفيه يحلالي مشاكلي. وأنا بشجعكم أن يكون عندكم علاقة شخصية مع الرب وتتقربوا منه، لأنه ممكن يغير لكم حياتكم، يغير كتير أشكال فيها. يعني ممكن يكون عندكم خطايا، الرب هو بيشيل هدول الخطايا، ويصير عندكم علاقة شخصية مع الرب، يعني كأنه الرب هو صديق لكم. اليوم الأطفال عم بيساعدوا أهلهم تيدفعوا تكاليف المدرسة. فكرة أن فيها طلاب القلبين الأقدسين ببيروت تيساعدوا أهلهم تيدفعوا قسط المدرسة. تفاصيل بهذا التقرير. هاي معكم كارول من أستنابل نيوز.
نحن اليوم موجودين بمدرسة السانكور السيوفي لنشارك بالكرمس. الكرمس كتير مميز لأنه طلاب نظموه ليعود رايعه للأطفال يلي ما عم بيقدروا يدفعوا قسط المدرسة. هدفنا هو نجمع مصاري كرمال نأمن بورس سكولار للناس اللي مش قادرة تدفع قسط المدرسة معنا بهالفترة، ونحن هدفنا لكن نجمع هالمبالغ من المصاري وكمان نكون عم نخلي الأولاد يكونوا مبسوطين وهيك. أنا جيت على الكرمس تنبسط مع رفقاتي وتنساعد الفقراء. يعني نحن عم نعمل هالكرمس حتى نسلي العيلة. عملنا كرمس كرمال نساعد الفقراء اللي ما عندهم مصاري وكرمال نتسلى ويعني كرمال هيك ننبسط نجتمع كل المدرسة مع بعضنا. عم نعمل كرمس مشان نساعد الولاد اللي ما عندهم مصاري. جاي اليوم تغني قدام أهلي والكرمس لنساعد الفقراء اللي ما عندهم مصاري تنعطيهم ويعيشوا بسلامة. ولو الكرمس كمان ساعد الفقراء بالمصاري اللي بنربحهم كرمال انه كل مدرسة تتجمع وكرمال انه نكون عم نتسلى. كلنا جينا كرمال ننبسط ومع اصحابنا نتسلى. اليوم بسانكور سيوفي في عنا مثل ما شايفين كرمس، هو بروجي بنعمله مع تلاميذ السكوند، بنعمله مثل بروجي سوسيال بيعود ريع كل شيء بروفي من الكرمس للبورس سكولير، يعني لتلاميذ اللي ما قادرة تدفع سوتاتا. كتير نشاطات مثل ما شايفين، كمان في الجوغون فلابل الموجودة مثل السوب ساكر والجوية اللي موجودة، في جويات هن بنسميهم نحن دي جو تراديسيونيل اللي بيحضروهم تلاميذنا بيشتغلون على فترة بحضرون هن كمان كألعاب للأولاد. الرب يسوع علمنا العطاء، كرمال هيك لازم نساعد خينا الإنسان. كانت معكم كارول من أسنا بالنيوز. ليك مكان احتفال بجمهورية مصر العربية لذوي الاحتياجات الخاصة. شو تضمن هذا الاحتفال؟ ننتقل لجمهورية مصر العربية للمزيد من التفاصيل. هاي، ازيك يا صحابي؟ انا ميرا من سنابل نيوز مصر. النهاردة احنا جايين نشوف حفلة ليك مكانك. الحفلة دي لذوي احتياجات الخاصة، والحفلة دي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة. يلا بينا نشوف سوا اصحابنا هيقدموا لنا ايه. اصحابي نشتغل بنشاط وهمة ويسوع يبارك تعبنا يدينا عزيمة وقوة. يلا يا أصحابي نشتغل بنشاط وهمة. احنا بقالنا حوالي 20 سنة تقريبا من الثمانينات ابتدينا نعمل مسرح عرايس. الفريق ابتدى بحوالي 3-4 يعني هم اللي كانوا قايمين بالخدمة دي، كانت لسه خدمة جديدة طبعا في الثمانينات ان انتوا تعملوا مسرح عرايس وعروسة بتدي درس والكلام ده. العرض النهاردة كان بيتكلم عن ان كل واحد مهما كان صغير هو ليه دور، حتى لو دوره بسيط او كبير هو ليه دور. عامة عملنا حوالي اكتر من حاجة وعشرين عرض، سواء باتون اللي هي العرايس اللي بتبقى ممسوكة بعصاية واسلاك، او ماريونيت زي ما انتوا شفتوا النهاردة اللي هي بالخيوط او ماسكات. عملنا عروض كتيرة عن العطاء وعن الفداء، عن ازاي نحب بعض، عن الصداقة، عن التعاون. وانتم يا نحن ازاي تصدقوا انكم ممكن تنجحوا في حاجة من غير صحابكم، من غير مساعدتنا لبعض؟ ولا واحد فينا ممكن ينجح في شغل. وانا كمان شكلي غلط لما طلبت منكم شغل كتير. العرض النهارده كان يعني بيه معنيين. المعنى الاولاني ان هو بيحاول يقول ان انت ليك مكان حتى لو كان دورك بسيط، ان الدور البسيط ده ليه اهميه، لان كل واحد بيعمل حاجه ليها اهميه كبيره جدا عشان تكمل الصوره كلها. انتم غلطتوا لما صدقتوا انكم مالكمش لازمه، ده ربنا خلق كل واحد فينا مهم قوي.
ايه اكتر حاجه عجبتك النهارده؟ اخر حته خلاص اتعلمنا منها ازاي نحب اصحابنا ونبقى قويين، وان احنا بيبقى لينا قيمه وبنحب الناس جدا يعني، وان احنا ما نعملش مقالب، لازم نعمل الشغل اللي فاضل لنا. اتعلمت ان كل واحد ليه شغل معين، عملوا تيم مع بعض يعرفوا ازاي يشتغلوا مع بعض ويطلعوا حاجه حلوه. وبكده يا اصحابي يكون يومنا خلص، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، ونشوفكم في يوم جديد ونيوز جديده. كانت معكم ميرا من سنابل نيوز مصر، باي باي. المحبة شيء أساسي بإيماننا المسيحي، ومن دون محبة كل شيء بنعمله بيكون باطل. أطفال غنوا على المحبة والسلام، تقرير بيلقى الضوء. هاي معكم كارول من سنابل نيوز. مدرسة الويزة للبنين والبنات حبت تنظم احتفال موضوعه عن السلام، تعالوا نحضر هذا الاحتفال سوا. بلشت الفكرة هي وقتها دايماً الولاد بيقولولنا إذا ضربني بدي أضربه، وإذا عيت علي بدي عيت عليه، وإذا لبطني بدي قلبته. فنحن وصلنا لمرحلة بطلنا فينا عم نتعاون مع الولاد وبطلنا نهديهم. نحن دايماً بنقلهم إذا حدا ضربك تعال عندي وأنا بساعدك وبقويك وبدعمك وبقاسس يلي عمل لك شيء. بس وصلنا لمرحلة كأنه عم نمشي بعكس بعضنا نحن والأهالي. اللي خلى هالفكرة بلشت من زمان، بس اللي خلى هالفكرة بالحقيقة تنطلق ونقرر إنه هالسنة نعملها هو صيفية الماضي. كتير سمعنا أخبار سيئة على قتل، وهيدا ضرب هيدا وهيدا تهجم على هيدا، وأنا حبيت من وراء هالنقطة إنه ما خلي هالولاد يكبروا بهيدي الفكرة إنه هيدا مزبوط، لأنه هيدا مش مزبوط. نحنا موجودين هون لحتى نوعي ونقول لهم هيدا غلط. نحنا إذا حدا ضربني ببرمله كف الميلة الثانية وبقول له أنا بدي ساعدك وأنا بدي أحبك، ونحن مستعدين إنه ندعم هيدا الشخص يلي بده يبرم الخد، ونوعي الولد يلي عم يضرب. اتمنى انه هيدي الرساله تكون مش بس على صعيد مدرسه، كان هدفنا انه ننقلها للولاد، ومن الولاد لاهلهم، ومن اهلهم عن جد توصل لكل بيت بلبنان، وان شاء الله من لبنان لكل العالم يا رب. هيدي امنيتنا، وباذن الله نحن رح نوصل لانه كلنا ايد وحده. شوف هلأ شو حكي الأطفال عن هيدا الاحتفال. ما بضربه أو ما بزعجه مثل هو عمل، عشان هو كمان ما بيصير أكتر يزعجني ويضربه. ما بدنا نسبب حرب أو شيء. غنينا للسلام. المقدس بيقول سلام الله يفوق كل عقل. لما يسوع يفوت على حياتنا ويغيرها بيعطينا قلب جديد مليان بالمحبة والسلام. كانت معكم كارول من السنابل نيوز.
كتير منكم عم يرسل لنا صور، ومعظم هيدي الصور تقطوها بعد سلك التليفون وارسلتوها على شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن رح نعرض كل الرسائل اللي وصلتنا على الفيسبوك والايميل مخصصين للبرنامج. رح ننتقل مع زميلتنا جوال تتعرفنا على صوركم. مرحبا جوال. هاي جينيفر وغدي، كيفكن اليوم؟ هلأ رح نشوف سوا الصور اللي عم يرسلوها مشاهدينا على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة وعلى صفحة AS News على فيسبوك. ما تنسوا مشاهدينا دايما تشاركوا معنا وترسلوا لنا صوركم. أول صورة معنا لليوم من سيلينا رانتيسي. شكرا سيلينا على هيدي الصورة. تاني صورة رح نشوفها سوا هلأ من صابر رانتيسي. شكرا صابر على الصورة الحلوة. وآخر صورة معنا لليوم من روبن أسامة أبو شقرة. شكراً على هالصورة روبن. ما تنسوا مشاهدينا دايماً ترسلوا لنا صوركم على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة وعلى صفحة AS News على فيسبوك. هيدا كان كل شي معنا لليوم. عودة لكم جينيفر وغدي. ورح ننتقل كمان لزميلتنا رومي حتى تخبرنا شو عندها شي جديد لليوم. مرحبا رومي. هاي جينيفر وغدي. رح نحكي اليوم عن مزمور 23، مزمور للنبي داود يلي قال فيه: الرب راعي فلا يعوزني شيء من الخير. نبي داود كان راعي غنم وكان يهتم بالقطيع، كان يحميها من الذئاب، كان يخدها لأماكن فيها تشرب وترعى. وداود كان يحب القطيع يلي معه، منشان هيك أعلن أنه الرب بيهتم فيه، ومنشان هيك ما رح يعتز لأي شيء بحياته. هذا كان كل شيء لليوم. عودة لكم جينيفر وغدي. ما مننسى تقاريركم المصورة يلي أرسلتوها لإلنا ويلي صورتوها بكاميراتكم المنزلية أو عبر الهاتف. صوروا أي موهبة عندكم إياها وارسلوها بالإيميل أو عبر اليوتيوب، نحن متكفل بعرضها ببرنامجنا. أما التقرير يلي وصل لإلنا اليوم هو من ساري. أنا اسمي ساري، عندي 5 سنين، أنا بالصف الدوسيان وبحب كتير الجيتار. هلا بدي تقلكم شغل بودا فيديو. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم. أنا وغدي منودعكم على أمل نشوفكم بحلقة جديدة. باي.